سيدنا السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعواشركم مبروكه. الوغ اليوم بغينا نديرو هاد الفورميلاغ ديال الفيزا اللي بزاف ديال الناس لاقين فيه صعوبات. دونك غادي نديرو دابا باش نجاوب على بزاف ديال الاسئله اللي كيطرحوا، عندناش بزاف ديال الفيديوهات كلها وشنو كيقول. الوغ هنايا كيف ما كتعرفوا هادشي غدير با اكزومبل السميه والكنيه ديالك بحال تيما. دونك هنا كدير لادريس بيان سور، كيف قلنا ديما هاد لادريس كتكون هي لادريس اللي كتخدم بها وكيوصلوك فيها لي زيميل، وتكون بحال هي لادريس اوفيسيال ديالك، كيبدا يوصلوك فيها بزاف ديال الحوايج. دونك لونغ كدير فرونسي بيان سور، اي كتدخل هاد الكود اللي كاين هنا، اي كدير كريي ان كونت. الا كان كلشي مزيان غيصيفطوا لك واحد الكود في لادريس ميل ديالك. دونك كتمشي لادريس ميل اللي هي هذه، فوالا كتلقاهم باللي راه صيفطوا لك هنايا الكونفيرماسيون، اي صيفطوا لك عاوتاني الكود في الاول هنايا connectez-vous avec votre mot de passe temporaire afin d'activer vous d'avoir confirmé kada kada kada. Donc غادي نمشيو الاولى اللي هي هذه، je pense que ça a changé واحد شويه هادشي. on va voir. Donc et le mot de passe اللي عطينا اللي هو هذا. دونك غندير نوفو مود باس نورمالمون هنايا، حدا جبت ملي عطاونا باش نديرو الكونفيرماسيون ترو بوتي ولا ترو لون، في فيريفي انه يكون كذا. داكوغ غادي نعاودو ودير مود باس يكون شوية كبير ويكون شوية صعيب. Voilà. Donc et le deuxième prénom de votre père. Donc هنايا كدير شي حاجه ملي كتعقل غير على داكشي اللي جاوبتي ولا على لا كيسيون اللي كانت. باغ اكزومبل هنا اون فا دير احمد كوم سا، هادشي غير اوكا ومشى لك المود باس ديالك، كتقدر انك تريكيبيري. كنت نقول لكم بلي تما في الكونفيرماسيون ملي كتكليكي على داك اللين باش تكونفيرمي، هو كيكتب الكود ديالو لراسو ديريكتومون، فهمتي؟ ما كتحتاج باغي تكتب نتايا شي كود، اون فوا كتكليكي على كونفيرمي كيطلع داكشي كامل، اي كدير غير فيريفي وكيدوز لك ليطاب الاخرى لانك كتكريي فيها المود باس. هادشي كامل وسهل. الوغ ناسيوناليتي اكتويال بيان سور اون فا فار ماروكين مويسين باغ اكزومبل، الله يهديكم ماروكين. فوالا دونك رجوانيفو فواياجيفو افيك ان مومبر دو فامي روسورتنا بيان سور. دونك هنا الا كان الواحد غادي يمشي مع شي حد اللي عندهم العائله وهو عنده ناسيوناليتي فرونسيز ولا بلج ولا شي حاجه، يدير وي في الاغلب كتكون نو. دونك ليو دو ريزيدونس اي لو ديبو دو لا دوموند، دونك ماروك بالنسبه للناس اللي راهم في المغرب دابا. لا فيل باغ اكزومبل مراكش. تيب ديال الفيزا فوالا، مادام نتايا ايتوديون وغادي غتقرا كتر من 3 موا راه غيكون عندك لون سيجور، ياك كتسمى فيزا ايتوديون لون سيجور. لا ديستيناسيون برينسيبال الاغلب لا فرانس ميتروبوليتين. الناس اللي مازال ما عارفينش الفرق بين فرانس ميتروبوليتين و اوتر مير، هو انه كاينه لا فرانس لداخل الدول، زعما المدن اللي كاينه في الداخل ديال فرنسا في هذاك ليكساغونال، اي كاينين عاوتاني دي فيل اللي تابعين لفرنسا، مي كاينين بحال هكا في شي جزر بحال مارتينيك لا غوادلوب، كاينين بزاف. دونك فوالا دوكيمون دو فواياج اوتوريتي ميتريز دوكيمون دو فواياج بيان سور الماروك كما ديجا ديرينها. دونك باسبور اوردينير نيميرو دو دوكيمون دو فواياج. دونك مثلا غنديرو جي ام
voilà. La date, nous pouvons dire par exemple, nous avons dit mars, allez, le 3 mars 2021. Normalement, c'est après 6 ans, c'est ça? Donc, on dira le 3, non. Mars Nitz. Ouais. Donc, ça, je ne me rappelle plus, je fais ce qui est sali. Mais on dira, vas-y, on se voit si ça passe sur les lampes. 2026. Votre projet est une étude. Le motif principal est les études. Étudiants. Donc, scolarisé, bénisbal séjour individuel. Non, secondaire. Oui, bénisbal les mineurs. Kadi diro hadi. Primaire ou supérieur, il a quand même un bouhdo ou là, il a quand même un organisme spécialisé en aoui kun maaf l'accompagnement. Yak, nisbel nas li gadi yemchiou f la mobilité qui kun andhom bhal dakchi dial Erasmus qui diro étudiant en mobilité. Yak, li kal khra il kamel hom ladin qui est étudiant, ad li kan gaymchi dous ghir stage dial 5 mois, 6 mois qui dir stage étudiant. D'accord, mais pour nous, c'est étudiant. Donc, et quand tu dis que tu dis sauvegarder, parce que au cas où tu as quelque chose qui prend les informations, tu dis sauvegarder, et tu dis vérifier ou que tu il a quand même un autre qui dit que donc normalement, il a quand même, si vous êtes étranger et titulaire d'un titre séjour français, cada, donc il y a quelque chose qui comme quoi vrai que vous avez besoin d'un visa. Dans le fait l'oula, la case l'oula, étranger titulaire d'un titre de séjour français. Donc voilà, voilà. On dit le suivant. Vous avez kada 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 kada. Il sera plus possible de modifier. Voilà, alors, le numéro de passeport. Donc, on a le numéro de passeport. Mais tout le monde, on a un compte. On a modifier. Donc, ok, oui. Voilà, donc test. Donc, il y a l'identité qui est tirée l'identité d'Yelk, état civil, célibat, le nom, allez. Je vais l'étape de l'étape une étape de vérification. Wesh, on a le visa ou on a le visa. Donc, il y a nom de naissance, moi je vais le nom, ça fait. إلا كان مختلف فين كتزيد هاد البلاصة هادي هنا كدير برينو فوالا دات دو ليسونس علي ليو دو ليسونس مراكش ماروك موريتاني باغ اكزومبل Maroc, yalla. Numéro national d'identité. Voilà, donc il y a Talbin, numéro national d'identité. D'accord. Donc, non. Je sais pas, je m'en qui est terre. Nationalité à la naissance. Toujours marocain. Voilà. Et il y a l'adresse, l'adresse d'Yelt Xama, qui est par exemple 24 rue Zarqtouni ou là. Code postal par exemple 40 000 Marrakech, Maroc. Numéro de téléphone, voilà, 06, voilà, et l'adresse mail.
Résidez-vous dans un pays autre que celui de votre nationalité actuelle? Non, parce que elle dit c'est valable pour les gens qui, par exemple, résident au Maroc, mais qui ont des nationalités différentes, par exemple des Gabonais, des Sénégalais, chez Ajab. Donc, rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de famille ressortissant français, les donc, par exemple, un oncle paternel, maternel, chez Ajab. Et radi safroumah, donc il dit oui, sinon. Qu'elle dit non. Des membres de votre famille résident-ils en France? Il a un comme chez Hed. Il a sa conférence à Mzian Nakatira. Voilà. Plaire la bille à Et l'activité actuelle d'Yalakanta. Donc, soit l'arabe élève, étudiant, stagiaire. Kinti. Moi, Ramakan Adroche. N'est-ce qu'il y a une activité actuelle Ida, bada. مثلا دابا الا كنتي بادي واحد ستاج وجلستي غدير هادي اللي فيها ايتوديون ستاجير دو موا كاع بحال كنقولوا هاد العام كامل فهمتي حيتاش ديك شومور ما بلانش فهمتي ديك شومور ما تسيليكسيونيوهاش دونك كاع تلفتي غتمشي غدير اوتر وتقدر تزيد شنو كدير مثلا شنو لو سيكتور داكتيفيتي دونك هنا غنديرو اليف ايتوديون داكور دونك سيكتور داكتيفيتي لي داكشي اللي نتايا كتقرا مثلا اش من دومين دونك كيف ما كتشوفوا هنايا اكتيفيتي فينانسيير اي داسيورونس اكتيفيتي ايموبيليير سبيسياليزي سيانتيفيك اي تكنيك ادمنستراسيون بوبليك لاغريكولتور لونسيغنمون ايبرجمون اي ريستوراسيون اندستري مانيفاكتوريير industrie extractive information et communication donc هنا بالنسبه للناس اللي مثلا نقدروا نقولوا كاينين في الدومين ديال الكوميونيكاسيون مع الشركه كيكون فيها بزاف ديال لي دومين اللي داخلين وسط منا داكور دونك مثلا غنديروا هذه كدير ليتابليسمون مثلا اللي انت كتقرا فيها جو سي با مو شنو نقدروا نديرو با اكزومبل كوم سا فاكولتي دي سيونس اي تكنيك فوالا تكون فيها كاع كلشي سيونس اي تكنيك دونك هنا لادريس كتمشي كتقلب على لادريس ديالها جو سي با انايا je sais pas donc le code postal mais tu m'as fait un petit peu les informations et qu'on a un deck fait le relevé de notes dialogue ou la ou la rire sur internet à tout le monde fait le cas donc le wahed yamar dak chi mzyan zama ma kaynch la chi yidir zayd naqs numéro de téléphone غيكون عندهم واحد النيميرو دو تليفون دو كونتاكت فهمتي اللي غادي تلقاه في السيت ديالهم لادريس ميل في ستيجي جو سي با دونك انا عاوتاني كدير سوف كاردي اي كتمشي كتعاود دير من بعد فيغيفي باش تدوز سويفون زعما Voilà. Alors la demande ديال الفيزا دابا قال لك هنا votre dernier visa بالنسبه للناس اللي فايتين ماشيين بشي فيزا توريستيك ولا مزيان انك تمونسيونيها سورتو لما كان وقع حتى شي مشاكل عندك ولا هكا علاش باسكو بيان سور بحال قلتي كيوليو عندهم ثقه اكثر فيك وكتولي الفيزا سهله انها تخرج دونك avez-vous déjà résidé plus de 3 mois consécutifs consécutif en France, donc oui ou bien non, donc, et après, c'est-à-dire, suivant, le séjour d'âme. Donc, la date d'arrivée prévue sur le territoire français, là, je recommande dire le 20 août, donc si tu veux dire le 20 août par exemple, la date à Asie, machine, dire le moment d'abjoublié, ou l'inscription, فيها لو 1er سبتمبر خصك عاوتاني داكشي يكون عندك لوجيك ديال انه توصل اون سيمين قبل دي جور كاع قبل باش تقلب على اللوجمون ولا شي حاجه مي دير لهم باغ اكزومبل من دابا من جويي ولا جوان لا
فهمنا، حيتاش هذيك لانسكريبسيون ديالتك هي اللي كتبت لي زيتود. دونك شي انا كنقول يا اما لو 20 اوت، فوالا هنا يا اما لو 20 اوت، يا اما لو 25، يا اما كاع حتى لو 15 اوت تقدر تدوز. وانا كنتذكر اني كنت درت لو 20 اوت. فوالا لو نومبر دو موا دو سيجور بور ان ايتيديون اللي غادي يبغى يقرا عام وكلشي كيكون عنده اونتر 6 موا اي انو. كاين اللي تيقول لك انا عندي غنقرا مثلا 3 سنين. ما كنهضروش على شحال غادي تقرا في فرنسا. راه تقدر تكون هذه هي البدايه ديالك، غتمشي لفرنسا وغتجلس كاع غتقرا وتزيد تقرا وتزيد تقرا. ولكن كنهضروا لك على دابا هاد لا دوموند هادي ديال الفيزا، غتكون فيزا ديال شحال، يعني بحال قلتي حتى لي ريسورس غيكونوا ديال شحال، حتى لانسكريبسيون غتكون ديال شحال، غتكون ديال عام في الاغلب. حيتاش فيزا لون سيجور اللي كتعطى ما فيهاش اكثر من عام، حتى من بعد ملي كتبغي دير لا دوموند دو رينوفلومون تاع سيجور عاد كتطلب مثلا اون كارت بلوري انويال الى عندك انسكريبسيون فيها 2 زون ولا 3 زون. دونك هنا اونتر 6 موا اي ان اون. دونك هذا فوتر بروجي ديال هنا، هذا لو نيميرو هذا اللي عقلتو راه هو اللي تيكون عندكم في ليسباس كومبوس فرانس ديالك بي باش يعرفوكم. دونك ام ا جو سي با واش غيدوز ولا لا. هذا واش راك بورسي؟ الا كنتي غدير وي وغيقول لك شنو هي السميه ديال لا بورس، لو نون ديالها، لادريس، كود بوستال. هاد المعلومات تا هما كاملهم غتلقاوهم بالنسبه للناس اللي عندهم لا بورس في ديك لا لتر ديال لا بورس، سكولارشيب لتر ولا شي حاجه هكا. دونك فواياجي فو افيك دي ممبر دو فوتر فامي. بالنسبه لي مينور اللي غيكون غادي مع شي حد غيدير وي، يكتب شكون نومبر 1، يقدر يزيد واحد، اجوتي ان ممبر، روتيري سو ممبر، بهاد لي انفورماسيون اللي كاينين. دونك غنديرو حنايا نو باش نديرو داكشي ساهل. دونك هنا سوف كاردي ياك اي كونتيان ديراكت. دونك غنحيدو هادي غنشوفو واش غيدوز كونتيان. دونك لو نيميرو هنا ما طالبينش هاد الام ا. دونك غادي نبداو نجربو كلشي. دونك سا مارش با. شنو غيقولنا هنا؟ présent dans votre attestation études en France. Donc ما عرفتش بالضبط شحال فيه من الرقم هذاك لو نيميرو. اصلا جو بونس با انه اوبليغاتوار. دونك واش غنقدر ندوز؟ فوالا دونك دزت. عاد نتوما اللي غيكون عندكم هذاك لو نيميرو ديروه مزيان، انا ما عنديش، داكشي علاش كاع خليتو خاوي مادام ماشي شون اوبليغاتوار. Alors le contact. Donc, là, afin de finaliser votre demande de visa, veuillez détailler toutes les informations relatives à vos contacts sur votre lieu de séjour. Si vous le souhaitez, vous pouvez sauvegarder à tout moment, dit bien sûr. Donc, là, personne ou organisme d'accueil. Là, bzaf dial nas kighalto, bzaf dial nas عندهم عندهم شويه ديال لومبيغويتي. حنا تلاقينا بزاف ديال لي فيديو فيهم الهضره كثيره. دونك هنا واضح الا عندك شي حد اللي هو اللي بغى يبرجيك ياك، ولا هو اللي بغى يتكلف. هذه كتوقع بزاف مع لي مينور، شي حد اللي غيستقبلو تما وغيتكلف بديك لا بروسيدور ديال لاكوي ديال السيجور، كيدير اون بيرسون ماكوي. اي هنا غيبداو يعطيو لي زانفورماسيون، يعمرهم ديال لا بيرسون، شنو سميتو، فين ساكن. هاد المعلومات خصهم تكونوا عنده ياك. هنا كاين لي ناض وكيقول لك فهاد اون انتربريز، اون اورغانيزاسيون، او ان ايتابليسمون ماكوي، كيبغي يدير المدرسه ديالو ياك. الوغ كو لا نورمالمون، حنتاش هنا كنهضروا لك بحال قلتي على السيجور ديالك. دونك واش انت غتمشي لعند هذيك لونتربريز وتسكن فيها زعما، ولا عند زعما ليتابليسمون ديالك وتبقى جالس فيها هذيك المده ديال السيجور ديالك؟ باغ اكزومبل كاينين دي اسوسياسيون اللي كيتسماو ايتابليسمون داكوي، كاينين دوطخ اورغانيزاسيون اللي هما كيتسماو ايتابليسمون داكوي، شوما اللي كيستقبلوك. كاينين ميم نيت دي زيكول ولكن غيكونوا فيهم باغ اكزومبل لي زانترنا فين غادي يستقبلوك وتبقى جالس. دونك هادي هي ما بروبر انتربريتاسيون لهاد الامر هذا، وماشي حاجه زعما اللي تا هي صعيبه الا ما كانتش. داكشي علاش بوغ فيغ كور اي بوغ فيغ سامبل كدير اوتيل او ليو ديبرجمون. عندك هنايا فيها بجوج. دونك الا كان عندك
اوتيل غتكتب السميه ديال الاوتيل، لادريس، معلومات كاملها اللي خاصه هنايا. دونك الا كان ايبرجمون مثلا شي حد اللي غادي ايبرجيك ياك، اللي غيعطيك ستاسيون ديبرجمون، هنا كدير تاع هي السميه وكدير لادريس ياك والكود بوستال وداك الشيء كامل، و ابخي راك غادي دير معاهم في لي بيس زعما جوستيفيكاتيف، راه غيكون عندك ديك لاتيستاسيون دي بيرجوم. هادي كاينه سكون ابل لاتيستاسيون داكوي، بالنسبه لاون بيرسون ماكوي كاينه لاتيستاسيون داكوي اللي كيمشي كيقادها داك ديك لا بيرسون كتقادها في لا ميري وكذا. دونك هنايا كاينه اوتيل، دونك هنا هاد القضيه ديال اونتر. علاش؟ حيتاش بعض المرات كاين الناس اللي كيمشيو ستاج ولا هكا، كتكون اون اونتربريز كاع هي اللي كتكلف لهم بلاكوي ديالهم ولا الى اخره. دونك هادشي اللي كيبان ليا انا، بلا ما تبرسطوا ريوسكم بزاف، حيتاش اصلا ماشي شي حاجه اللي راه الا غلطتي فيها راك ما تاخذش الفيزا، لا. دونك هنا كنجيو عاوتاني ليطاب ديال الفينونسمون اللي هي مهمه بزاف. دونك هنا بالنسبه للوتيل غادي نديرو با اكزومبل هنايا ايبيس بيجي، لادريس لو 20 رو شنو غادي نديرو، سونيير جو سي با، واش غادي نديرو 31000 با اكزومبل 4000 الوغ. هنا في الفينونسمون دي فري دو فواياج، دونك كاينه باغ موا ميم كاينه باغ ان اوتر كارون. بالنسبه للناس اللي دايرين باغ اكزومبل فينونسمون ولا عندهم شي كونت هنايا، كان عندهم زعما كونت في المغرب وكذا، كيقدروا يديروهم بجوج ياك، كيقول اشنو اللي هو باغي، زعما مثلا عنده كارت دو كريدي ديالو غيديها معاه، عنده فلوس نيميرير غيديهم معاه، فهمتي شي حاجه ديالو هو. سينو كاين باغ ان اوتر كارون اللي كيقول شكون هو هاد لو كارون هذا، اللي كيدير السميه ديالو ياك، لي نون اي برينون دو كارون، اي شنو غيكون في لي مويان دو سوبسيستانس، مثلا تو فري فينونسي بوندون لو سيجور، اي نيميرير مثلا راه غيكون عطاه فلوس اللي غادي تديهم معاه. اي هنا تقدر دير اون ليتر اكسبليكاتيف كتقول فيها بلي كوم كوا راك كني تداي معاك واحد شويه ديال ليكيد، حيتاش عارف بلي راه داك الفيرسمون الاول مثلا راه كيتعطل باش يدوز. الواحد الا كان ليبرجمون ديجا غيكون عنده كذا يقدر يديرها حتى هي يزيدها. داكوغ، دونك حنا زدنا هادي فوالا سوفغاردي، نشوفو واش غيدوز هادشي فوالا. دونك دابا جينا ليتاب الاخرى ديال الريكاب. دونك هنا فرانس كذا بليز دو 3 موا، كتلقى لي زانفورماسيون لي درتي كاملين، البروجي فاليدي، لانفورماسيون ديرني فيزا، كلشي هادشي فاليدي. دونك كتجي بيان سور هنا وكدير جو ديكلار et complète, je m'engage à imprimer et qu'à dire poursuivre par exemple. Alors vérifiez pour sont conformes avant que vous avez saisi. Une fois cette étape, vous ne pourrez plus modifier. Quand tu as vérifié que chaque main de chi, quand tu as là, tu dois faire quelque chose à ouvrir, chia, ou te modifier, bad li, bad li qui est dans l'élément, ou te modifier de chi li, les chassek, te modifier comme information. Donc je vais dire oui, prendre plusieurs secondes, voilà. Et là, qu'est-ce que الاخر انه غادي تحط ليهم لي بيس جوستيفيكاتيف الى عندك، سينو كدوز كاع هاد لي طاب هادي، كتشوف بلي راه قايل لك ها هما لي فري ديال 1000 درهم اللي غادي تخلصو بالنسبه للفيزا. دونك لو جور ديال رونديفو خاص يكون عندك الباسبور ديالك، الناس اللي الباسبور قرب يسالي ديرو باسبور يكون فالابل واحد المده كبيره،
ولا عاود الباسبور ديالك ياك، يكون في بيان سور دي باج فيرج اي لي زوريجينو ديال لونسومبل ديال لي دوكيومون. شوف اهم حاجه هو انه يكون عندك اوريجين. في حاله استعصى عليك الامر حاول تاخذ كوبي ليغاليزي ديال هذيك مثلا الباك. اغلبيه كيقول لك الباك من الاحسن انه يكون عندك، وراه من حقكم انكم تيريو داك الباك واحد 48 ساعه نهار ديال الفيزا. ما كانش كوبي ليغاليزي ونتمنوا انها تدوز. دونك هنا بالنسبه للناس اللي موجوده عندهم هاد لي دوكيومون هادو، احسن حاجه هو انك ديجا تحطهم ليهم هنا. علاش؟ كتولي لا بروسيدور ديال الفيزا ساهله، يقدروا يجاوبوك بالزربه حيت ديجا عندهم لي دوكيومون ديالك. دونك فوتو ديدونتيتي كيف كنا قلنا على حساب لي نورم ديال شينغن، هذوك لي فوتو ملي غتصورهم. دونك هنا قال لك الا ما كنتيش في نفس البلد ديالك هادي ماشي نتوما معنيين بها ياك. في الاخرى هنايا غدير الباسبور بطبيعه الحال، توت لي باج دو فوتو دوكيومون دو كومبورتمون دي فيزا حتى هما يكونوا باينين. دونك لاتيستاسيون دو بري انسكريبسيون هذيك اللي كتجينيريوها من كومبيس فرانس، فهمنا بالنسبه للناس راه اون فوا كتكون تبري داك الدوسي من كومبيس فرانس راه كتولي عندك هذيك لاتيستاسيون دو بري انسكريبسيون ياك، اللي كتبين امتى غادي تبدا القرايه وكلشي. Doit être accompagné l'inscription dans un état autre qu'universitaire doit être accompagné d'un juge de paiement des frais d'enseignement total ou partiel selon l'arrêt. Voilà, هادي مهمه بالنسبه لمن بالنسبه سيدي للناس اللي غيمشيو لشي بلاصه من غير لونيفرسيتي، مثلا شي ايكول بريفي غادي يقراو اكزاكتومون بحال هكا فشي طابليسمون بريفي. هنا كنقول لكم بلي ملي ديروا هذيك لاتيستاسيون دو بري انسكريبسيون دير لهم حتى جوستيفيكاتيف دو بايمون، زعما شحال خلصتي وداكشي اللي بقى باقي خاصك تخلص وكاع باش تفادى هادشي كامل. انا جو فو كونساي انه دير واحد الاكسبليكاتيف فيها ها اللي خلصت وشحال باقي ليا وها هي لا ديمارش. مثلا كاينين اللي كيقول لك غتخلص هاد لا سوم والا مثلا ما خرجش لك الفيزا نقدروا نغومبورسيوك ياك، ومن بعد مثلا ما تجي راه هي لا سوم اللي غادي تزيد مثلا ولا بلي فاسيليتي دو بايمون. دونك فوالا هاد الاخرى ماشي انتريسي بها الناس اللي في المغرب. اي ليبرجمون ديالك كيف قلنا يا اما الريزيرفاسيون دوتيل، الا درتي ريزيرفاسيون دوتيل زيد معاها واحد ليتر اكسبليكاتيف كتقول فيها بلي انا درت لوتيل غير بروفيزوار غير في داك الاول، مي عندي دوطخ بيست كنتسنى الكروسي جاوبني باغي ندير دي فيزيت شي دي بارتيكولي عندي باغ اكزومبل كنتسنى لا ريبونس ديال دي ريزيدونس يونيفرسيتير بريفي شي حاجه بحال هكا. اي لي ريسورس هنا كاين المهم في الحاله العاديه راه لي دوكيومون كاملهم كنا ذكرناهم اللي فيهم بالنسبه للكارون الا كاين في فرنسا ولا كاين في المغرب الا سالاري الا بروفيسيون ليبرال الا كوميرسون شي كاملو رجعوا غير لي فيديو راه حاضر على دوكيومون بالضبط. هنا تقدر دير غير هذيك لاتيستاسيون دو بريزون شارج ياك مع هاد لي دوكيومون لي 3 ديرني بولتان دو سالير لي رول دي بونكير ديال الكارون ديالك لاتيستاسيون دو ترافاي الى كان سالاري، وها هي اللي مهمه هي لوردر دو فيرمون بونكير هادي هي اللي مهمه تحط هنايا تفهمنا. دونك فوالا الا كان قال لك في فرنسا راه كدير اتسيون بريزون لو مونطون مونسيول كونسونتي ديرني افي دامبوزيسيون 3 derniers bulletins de salaire et copie d'une pièce d'identité dial le garant dial li kayen f la France. Donc les frais hauma kaykoulouhom lik bach tkoun arfhom. Il doit être acquitté dans la monnaie spécifiée par le consulat ambassade, certains cas peuvent vous donner des frais additionnels pourront également vous être demandés lors de votre هنا قبل ما ننسى بالنسبه للناس اللي عندهم لا بورس راه هاد لي فري هادو نورمالمون راكم كتكونوا اكزونيري منهم. دونك سولوا باش ما يزربوش عليكم عندش الناس ديال التيلس راه ما كيكونوش عارفين كلشي عندكم يسحب لكم راهم منزهين راه بعض المرات يقدر يزربوا عليكم شي حاجه. دونك انت كون ضابط الامور ديالك صافي سامار يلا بورتيف. Attention, les documents requis pour le dépôt de votre CADA n'ont pas été souhaitez-vous quand même poursuivre. Donc, il y en a qui dit oui, et là, quand il me paraît, je trouve les documents directs. Donc, oui. Et il y en a qui dit l'étape l'autre, les radis de Koulfea.
Donc, prendre un rendez-vous ma TLS. Vous devez vous présenter au centre de visa pour déposer les demandes listées ci-dessous, accompagnées des pièces justificatives. Vous trouverez les informations nécessaires pour prendre votre rendez-vous sur la page à qui s'adresser de votre lieu de résidence, France, Canada, visa national. Donc, en cochant cette case, j'atteste que j'ai bien pris contact avec mon centre de visa. S'il s'agit d'un centre où le rendez-vous est obligatoire, une date m'a bien été attribuée. Donc, là, Katmchi. Bien sûr, باش تعاود تدخل تاخد رونديفو ولكن هذه المرة مع التالس. داكور دونك هنا ترانسميتر او سونتر دو فيزا هي ليطاب الاخرى هي هنا فين غادي تيليشارجي هذاك الريسيبيسي ديالك الريسبيسي دونغوجيسترومون اللي غادي تخليه عندك حيتاش غيدار مع الدوسي ديال الفيزا ملي غادي تمشي اي رونديفو ديال الفيزا كتكون هنايا ديجا راك خديتي واخا دونك هادشي اللي كاين الا بقى شي كيستيون مرحبا بكم مرحبا بكاع لي كيستيون ديالكم اي ان شاء الله دي فيزا اوكي للجميع وعيد مبارك سعيد للجميع الى لقيتي راسك استفدتي معلومه واحده معلومه واحده ما كنتيش عارفها ونفعتك بها فابونا معايا في لاشين الى بغيتي بطبيعه الحال اي بارطاجي مع الناس اللي محتاجه انها تستفد كذلك ونتلاقاو في فيديو واحد اخرى الى ذلك الحين السلام عليكم ورحمه الله.